اللقاح يعني إن شاء الله أنه عم بيصير بشكل جيد، بس لكن استجابة لسه المواطن السوري يعني شوي يعني أنه في تخوف لسه، رغم الإعلام اللي عم بنقوم فيه يعني خلال يعني أنه الكادر الطبي والتلفزيون والراديو، بس لكن في لسه تخوف قليل يعني من المواطن السوري. نحن حاليا يعني هون عنا اللقاحات المتوفرة، يعني في عنا أكثر من لقاح، في عنا الروسي، في عنا الصيني، في عنا البريطاني الأسترازينيكا. هلا الإقبال جيد، عم يجوا المواطنين يتلقحوا يعني بشكل طوعي، هن بيسجلوا على المنصة وممكن بدون تسجيل على المنصة، أي يعني أي شخص أي مواطن بيجي لهون بده يتلقح، فنحن عم نقدم له خدمة اللقاح. العالم هلا بعد فترة، بعد ما شاف أول شيء كانت متخوفة، بس بعد ما شافت إنه اللقاح ما له هالتأثيرات اللي كانوا عم يخوفوا منها، فالعالم عم تتشجع وعم تجي بأعداد جيدة على مركزنا وعلى غير مراكز، يعني على غالبية على كل المراكز عم يجوا وياخذوا خدمة اللقاح، يحموا حالهم ويحموا عائلاتهم. نحن جايين لناخذ معهم الادوار، نتبادل نحن وياهم دور تعبئه الاستمارات. عملنا دعوه عامه للجمهور باخذ اللقاح، ومثل ما انك شايف المركز كثير معجوق الحمد لله، الناس عم استجابت للحمله بشكل كثير كبير. نحن بنستقبل اي حدا بيحب ياخذ لقاح الكوفيد، طبعا بيكون عمره فوق سن 18، بس يجيب طبعا معلومات، ناخذ معلوماته الشخصيه من هويته، اسمه الثلاثي، رقم الوطني، رقم جواله، مشان تسجيل على المنصه لحتى يحق له بعدين ياخذ شهاده لقاح دولي. ما في داعي ناخذ باراء الناس، كلها اراء عاميه وفيها الطب والتوجه كله ينصحك انك تاخذ اللقاح، فليش تاخذ باراء الشارع؟ كلها اراء عشوائيه. نحن بلشنا بالفعاليه هون، نسقنا طبعا مع مديريه الصحه لحتى نعمل مبادره مشان نشجع الناس على اللقاح ضد كورونا، وعملنا اهم شيء انه نشرنا نوع من ثقافه ضروره اخذ اللقاح، لانه لسه الناس لهلا بتخاف من هذا الشيء، فتقريبا يعني فيك تقول انه نحن عملنا تشجيعي.